يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول هذه المقالة إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في التاريخ الإسلامي، وإن خلافة علي هي الامتداد الصحيح للخلافة الإسلامية؟ هذا امتداد للشيعة، ما هو بامتداد للخلافة الإسلامية، كذبوا في هذا، هذا امتداد لمذهب الشيعة، فهذه شيعية، الكلمة هذه شيعية. نعم.